صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم. يوم جديد، حلقه جديده من هذا الصباح. النهارده السبت، بدايه الاسبوع 18 يونيو 2022. يعني يا رب ان شاء الله اسبوع سعيد علينا جميعا، وبنشعر خلاص باجواء بالفعل حاره في فصل الصيف. وكمان في يعني موضوع اكيد مهم طبعا، امتحانات الثانويه العامه اللي بتبتدي الاسبوع اللي احنا فيه دلوقتي ان شاء الله، يعني يمكن بعد يومين تقريبا هتبتدي الامتحانات. من هنا الحقيقة احنا اخترنا ان ده يكون احد موضوعاتنا النهاردة في هذا الصباح معاكم، نناقشه في احدى وقفاتنا الحوارية. يعني هنحاول يكون معنا بعض النصائح للطلاب او اولياء الامور، ازاي يكون في يعني اجواء مناسبة لطلاب الثانوية العامة ان هم يأدوا الامتحانات بعيدا عن الضغوط، بعيدا عن التوتر. الحقيقة دي اهم حاجة يعني حابين ان احنا نوصلها سواء لاولياء الامور او الطلاب، انه خلاص السنة بتنتهي، وأكيد الطلاب طول السنة عملوا اللي عليهم وذاكروا، لكن عليهم أنهم يركزوا في فترة الامتحانات بعيدا عن التوتر. وعلى أي حال من الأحوال أكيد يعني الثانوية العامة مش هي نهاية المطاف، مش هي آخر حاجة بالنسبة لهم، بالعكس بعدها بتبتدي مرحلة جديدة في حياتهم، ويمكن يقدروا يكتشفوا بعدها قدرات مختلفة أو يعني مميزات مختلفة عندهم بتؤهلهم لدراسة تخصصات معينة ممكن أنهم هم يتميزوا فيها. خليكم معانا في الحوار ده، تابعوه. أكيد هيكون معانا روشتة ونصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة وأيضا أولياء الأمور، ورب كل التوفيق للطلاب في امتحاناتهم القادمة إن شاء الله. ده أحد موضوعاتنا، بالإضافة لموضوع آخر بنتكلم عن الصحة. طبعا متابعين أنه في مبادرات صحية بتهتم بصحة المصريين في السنوات الأخيرة، سواء صحة الكبار أو صحة الأطفال أو صحة المرأة، أيضا مبادرات مختلفة للقضاء على قوائم الانتظار وعلاج أصحاب الأمراض المزمنة أو اللي بيحتاجوا تدخل جراحي عاجل. يعني مبادرات الحقيقة مختلفة كلها بتحرص على الاهتمام بصحة المواطنين. كان في كمان مؤخرا الحقيقة توجيه بأنه يكون عندنا خريطة صحية خاصة بكل محافظة على حدة، والخريطة يعني هتكون وفقا للخصائص المختلفة اللي بتميز المحافظة، سواء ديموغرافية، اجتماعية، اقتصادية وما إلى ذلك، بما يعني يحقق استدامة المنظومة الصحية بشكل فيه ارتقاء دائما، وأيضا يساعد في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. هنتكلم عن معنى ومفهوم خريطة صحية لكل محافظة على حدة، وإزاي ده هيساهم أكيد في تقديم مزيد من الخدمات الصحية للمواطنين. ده كمان أحد موضوعاتنا النهاردة في هذا الصباح، بالإضافة إلى وقفتنا الثابتة وقراءة في صحافة القاهرة اليوم، وأيضا جولة في أخبار الكرة والملاعب مع الوقفة الرياضية، أخبار المال والأعمال مع الوقفة الاقتصادية، وأخبارنا عموما جولة من الأخبار والتقارير المتنوعة، ودي اللي بنبتديها مع حضراتكم بتكون أول فقراتنا. وأكيد أكيد هنتكلم فيها عن حالة الطقس، ونحاول كمان يكون معنا تفاصيل أكتر فيها. كل ده بنبتدي معاكم لكن بعد هذا الفاصل القصير، خليكم معنا. يا ترى مين الكسبان؟ بفكر ادي القرشين اللي عيلتنا البسيوني بيشغلهم معايا. ويحصل لنا زي اللي حصل مع رجب العترة. مين رجب العترة ده؟ ده واحد قريبنا ما تعرفوش. رجب بيع مراته صغته وادى تحويشة عمره الواحد عشان يشغلهم، قام نصب عليه، ومن ساعتها رجب العترة بقى رجب العبرة. انت عارفة ده هيكسبني كام؟ ما هو كل نصاب محتاج لطماع يا مناع. ما تبقاش عبرة لكل طماع، صدق كلام نصاب. مدخراتك في البنك أو في البريد في أمان، تفيدك وتفيد بلدك. خليك مع ضميرك وعقلك، خليك دايماً أنت الكسبان. هيئة الرقابة الإدارية، شركاء في حماية مصالح الوطن. احنا جاي عشان كده، احنا البيت ما لبسناش حاجة غير قطنك انت، البيت كله وجع مننا تحت، واحنا جايين عشان نعمل كل حاجه. الله يخليك، صحيح انت وشك خير علينا والله. إيه؟ والله يوم المطر قلنا في خير جاي، في خير، هلا الخير وصل النهارده. اي ضرر هنشيل، اهلا وسهلا شرفتوا،
يتفضلوا قدامتوا انستوا مطرحكوا ده وكمان بيتكوا يسعى من الاحلى. دول النهارده احنا بنفتتح البيوت دي، يمكن دول اول مجموعه من البيوت اللي بدانا بيها في القريه، وان شاء الله باذن الله احنا مستمرين. طبعا بعد سياده الرئيس ما كلفنا ومبادره حياه كريمه دخلت قريه غرب اسوان، فان شاء الله باذن الله في بيوت جايه كتيره، وفي ان شاء الله انشاءات، وفي في شغل كتير يعني ان شاء الله في القريه، في تطوير للقريه باذن الله. السلام عليكم. شكرا يا سياده الرئيس، خدمه فوق الممتاز، بنايات ما كناش نتخيل انها حتى في احلامنا نبني بيت زي كده. تاسيس 100 100، كل مهندس كان بيشرف على كل حاجه، كهرباء سباكه. انا بحييك من كل قلبي، من امراه مصريه نوبيه من قريه غرب اسوان، بحييك يا رئيس البلاد. اتمنى تزورنا بعد ما بيوتنا اتبنت وتيجي تشرفنا باذن الله. شكرا لكل واحد في حياه كريمه، شكرا ليكم من كبيركم لصغيركم. ما كناش متوقعين ان احنا هنلاقي التشطيب بيكون بالشكل ده، ولا الحاجات اللي فيها. صراحه يعني كل اللي بيجي بيشكر وبيقول ده ما حصلش. حياه كريمه عملت كل حاجه والله، تشطيب لوكس كل حاجه بيبقى ما شاء الله. انا لو قعدت 100 سنه البيت ما كنت هعمله. حياه كريمه يشكروا والله مليون مره. الوقت مبسوط عشان حفيدتي وبنتي طلعوا مع الريس كمثلوا محافظة أسوان، وربنا يخلينا الريس إن شاء الله، وعاوزه يجي يزورنا كده مرة تاني إن شاء الله. 25/11 يوم الزيارة اللي جه فيه الريس، إحنا عملناه عيد قومي لقريتنا غرب أسوان، بل أسوان كلها. أهلا بحضراتكم مرة تانية. على طول مجموعة من الأخبار وتقارير من مصر وخارج مصر، وبنبتديها الحقيقة بالحديث عن المساجد. متابعين معاكم في الفترة الأخيرة افتتاح عدد كبير من المساجد أو تطويرها في مختلف محافظات الجمهورية. افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية الناصرية بمركز سمنود بمحافظة الغربية بعد صيانة المسجد وتطويرها. خلينا نتعرف على المزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. مشاركة لفرحة أبناء محافظة الغربية، وزير الأوقاف ومحافظ الغربية وعدد من المسؤولين والقيادات الشعبية والتنفيذية يفتتحون مسجد عمر بن عبد العزيز بمركز سمنود بعد صيانته وتطويره. افتتاح ثمنه وزير الأوقاف أنه يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد وعمارتها وأهميتها في التوعية الجماهيرية بقضايا المجتمع. يبلغ اليوم إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة الغربية هذا العام 44 مسجدا في مشروعي صكوك الإطعام والأضاحي. يبلغ إجمالي ما تم في توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية اليوم 100 طن، 66 طن من صكوك الأضاحي، 34 طن من صكوك الإطعام في هذا المشروع المجتمعي الهائل. محافظة الغربية من أهم المحافظات اللي بلغ عدد المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل أكثر من 300 مسجد، وبنتوسع وسنصل إلى 500 مسجد بإذن الله تعالى. أيضا المقاهي القرآنية نحو 200 مقاهي. وبجانب الاهتمام بالمساجد وعمارتها، يأتي دعم الأوقاف للبرامج التي تعنى بالأطفال والنشء والشباب، كالبرنامج الصيفي للأطفال داخل المساجد مع تكثيف الأنشطة الدعوية. طرحنا ما يشبه المبادرة في عملية التوعية في الدروس الدينية، خاصة الدروس الصيفية. كلمنا عن الأطفال، كلمنا عن الشباب ازاي يتم توعيتهم سواء في المسجد أو في لقاءات بتتم في الجامعة مثلا أو في ديوان عام المحافظة أو في أماكن أخرى، وتوحيد الرؤى فيما يخص القضايا القومية زي التعدي على الرقعة الزراعية، زي توريد القمح، زي حرق قش الرز، زي بعض السلوكيات الخاطئة اللي بتضر بالبيئة. هذا المسجد يقوم بتحفيظ القرآن الكريم، هذا المسجد بكورة هذا العمل. التلاميذ الذين ترونهم من خلفي أو بجواري هم خريجي الأزهر الشريف وفي مدارس الأزهر الشريف ومعاهده الدينية، يقوم منهم من حفظ نصف القرآن، ومنهم من حفظ ربع القرآن، ومنهم من يحفظ أجزاء متناثرة من القرآن الكريم، لكن في النهاية يستطيعون أن يختموا القرآن ويقدموا دور ريادي المسجد، ويكونوا هم مشاعل الهدى والنور في المستقبل إن شاء الله. وعلى صعيد الخدمات المجتمعية،
توزيع 3 أطنان لحوم إطعام على الأولى بالرعاية والمستحقين بمحافظة الغربية، ليصبح بذلك دور الأوقاف مكملا بين الديني والمجتمعي. من محافظة الغربية، وليد هيكل، النيل. تحت شعار نحو أداء طبي متميز، عقد المؤتمر الدولي السنوي لطب الأطفال في مختلف التخصصات. المؤتمر بيتناول أحدث الأبحاث العلمية في مجال التشخيص والعلاج للعديد من الأمراض لدى الأطفال. يا رب إن شاء الله يكون بيحمل أمل لمزيد من الأطفال في العلاج لمختلف الأمراض اللي بيعانوا منها. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر عن المؤتمر في التقرير اللي جاي. تقنيات وأبحاث مستحدثة في تخصصات الأطفال كافة كعلاج السكر والضغط والقلب والكبد والأنيميا والتقزم عند الأطفال، هو ما كشف عنه المؤتمر الدولي الثاني لطب الأطفال الذي يهدف لاستعراض أحدث المستجدات في التشخيص والعلاج، وذلك في إطار التعليم الطبي المستمر. دكاترة الأطفال ما بتشوفش سرطان عنق الرحم، اللي بيشوفه دكتور النساء، لكن كل الأبحاث بتؤكد أن الطفل لو اتطعم في الميعاد المناسب هناك احتمال كبير جدا جدا بنسبة نجاح تزيد عن 90% ما يقل للسيدة سرطان عنق الرحم. بنناقش الأدوية الجديدة اللي نزلت حتى تهتم بمناعة الأمعاء والمشاكل اللي احنا بنشوفها في الفيروسات والنزلات المعوية، وازاي نتعامل معاها بأدوية وتقنيات حديثة طبيعية. هنتكلم كمان على التطعيمات الجديدة والوقاية من سرطان عنق الرحم للأطفال، وازاي ندي التطعيم ده للبنات من سن بدري. كما كشف الأطباء المختصون عن أهمية التغذية السليمة والبدائل الطبيعية لنمو الأطفال، إضافة إلى أهمية التطعيمات واللقاحات لرفع المناعة عندهم ضد الأمراض. التطعيمات الجديدة، أول حاجة في حاجة اسمها الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس أو الفيروس التنفسي الخلوي. ده فيروس بيصيب الأطفال، وأطفال كتير معرضين ليه، ومش عايز أقول إن تقريبا 60-70% من الأطفال مصر أو الأطفال العالم كله بيجي لهم الفيروس ده، أغلبهم بيعدي بدون مشاكل. عندنا مشكلة مثلا إن الطفل يجي يختار له مضاد حيوي ونديه له مضاد حيوي، وممكن يبقى حاجة فيرال مش محتاج مضاد حيوي، فده بيحصل حاجة اسمها أبيوز للأنتيبيوتيك، اللي يعمل حاجة اسمها مقاومة للمضادات الحيوية بعد كده عند الأطفال. فإحنا نتكلم ازاي نختار الدواء المناسب، امتى نتدخل، امتى ندي مده علاج قد ايه. الناس تاخد الدواء وتقعد تاخده 3-4 أيام الطفل يتحسن توقفه، لا، لازم المده العلاجيه الصحيحه ليه. مثلا مشكله مهمه قوي ارتفاع ضغط الرئه في الاطفال حديث الولاده، ودي بتمثل حوالي 10% من الوفيات في السن ده، وبالتالي التعامل معها بشكل صحيح وشكل علمي بيفرق جدا في النتائج بتاعه الحالات دي. فالنهارده كانت المحاضره بتاعتي على حاجه اسمها PPHN، وان شاء الله تكون يعني افادت الناس. على الرغم مما كشف عنه المؤتمر من تقنيات وعلاجات مستحدثة للعديد من الأمراض عند الأطفال، إلا أن التطعيمات والوقاية تعد خط الدفاع الأول للمواجهة. محمد حلمي، النيل. بيتتواصل أعمال وفعاليات مهرجان إبداع قادرون باختلاف لذوي الهمم بمركز شباب منشية التحرير بمشاركة 15 هيئة شبابية ورياضية لاكتشاف الموهوبين من ذوي الهمم، طبعا بمختلف ألوان وأشكال الفنون. خلينا نتعرف على مواهبهم ونشوفها بتفصيل من خلال التقرير اللي جاي. مشهد جديد من التألق والإبداع يتميزون فيه قادرون باختلاف من ذوي الهمم، لتتواصل فعاليات مهرجان إبداع بمركز شباب منشية التحرير بمشاركة 15 هيئة شبابية ورياضية يتنافسون في الفن التعبيري والإنشاد الديني والغناء الفردي. إبداع قادرون في 4 مجالات: مجال الغناء الفردي، العزف الفردي، الأداء التعبيري، الإنشاد الديني. كان عندنا أول امبارح تصفيات تمهيدية للأداء التعبيري، والنهاردة أول يوم في الغناء الفردي. شارك النهاردة 11 مركز شباب، وبكرة إن شاء الله في 11 مركز شباب برضو في الغناء الفردي والعزف. كل حالة وليها تقييمها الخاص بيها. طبعا احنا برضو حتى حسب انواع الاعاقات بنقدر ان احنا نقسمهم، يعني اكيد الاعاقات البصريه والحركيه مش زي لو في اعاقه ذهنيه، كل حاجه بيبقى لها تقييمها المختلف. المشاركون من ذوي الهمم والقدرات الخاصه عبروا عن سعادتهم بالمشاركه في هذا المهرجان، والذي يعد فرصه لاكتشاف مواهبهم الفنيه. بغني للفنان الكبير فريد الأطرش والفنان عبد الحليم حافظ
وكوكب الشرق ام كلثوم. والله انا مبسوط قوي، وقلت عشان برضو عايز بصراحه نفسي اوصل يعني كده صوتي او رسالة، يعتبر يعني زي رسالتي كده ليكوا كده وكل الناس. ميرسي لكل القائمين على المهرجان ولدعمهم، والصراحة أنا اتبسطت جدا، حتى لو ما كانش لي الشرف إن أنا أطلع من المتفوقين، بس يكفيني شرف المحاولة يعني. وزارة الشباب والرياضة رصدت جوائز مالية أمام المهرجان لدعم وتنمية المتميزين من ذوي الهمم. مهرجان إبداع قادرون باختلاف يعد عنوانا للإبداع الفني داخل مراكز الشباب، وتحويل هذه المراكز لطاقات للمتميزين والموهوبين في مختلف ألوان الفنون، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية برعاية خاصة لذوي الهمم. أحمد ممدوح أني. لسه بنتكلم عن الفنون والمهرجانات. قدمت فرقة فرسان الشرق المسرحية على مدى يومين على مسرح الجمهورية بدار الأوبرا بالقاهرة سيرة عنترة ابن شداد التراثية، ولكن بشكل معاصر. خلينا نتعرف على التفاصيل في التقرير اللي جاي. وعلامات الكرابيك لا تستحي من جسد طفل لم يرتكب. على مدار يومين متتاليين شهد مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية عرض سيرة قصة حب عنترة وعبلة، ولكن على طريقة فرقة فرسان الشرق للتراث. احنا فرقة فرسان الشرق للتراث تابعة لدار الأوبرا المصرية وزارة الثقافة. هو الهدف بتاع الفرقة دايما بناخد القصص التراثية ونقدمها على الطريقة المعاصرة. النهاردة هنشوف عرض سيرة عنترة عن السيرة الشعبية بتاعت عنترة، وهنشوف قصة الحب بتاعت عبلة اللي صنعت البطل اللي هو عنترة، وازاي خاض الرحلة كلها والمشوار بتاعه والأشعار والقوة وكل الحاجات دي من خلال حبه لعبلة، هو اللي ساقه لأنه يكون البطل الأسطوري. استلهم العرض سيرة الفارس الشاعر والعاشق العربي عنترة ابن شداد الذي شكلت قصة حياته ملحمة فاضت بأشكال من صراع الإنسان مع نفسه وأسرته والمجتمع بطبقاته وتقاليده. فكرة إن الواحد بيشتغل في عرض راقص أو بيشارك فيه فدي حاجة حلوة، وعلى مسرح احترافي مع أستاذة كريمة مع دكتور عصام، حاجة مؤسسة مع مؤسسة الأوبرا، إحنا كلنا شغالين تحت غطاء الأوبرا، فدي حاجة بجد جميلة جدا، ومبسوط ان في ناس بدأت تيجي وتتفرج وتشارك. بص ان بدأنا ننتشر بشكل او باخر، بقى في جمهور كتير بيجي ودي حاجة حلوة. مش بعمل دور اساسي، احنا بنساعد على العرض ككل ان هو يبقى يطلع يبقى حاجة مشرفة طبعا لبلدنا في الاول. شعوري طبعا بيبقى يعني ان انا شغال مع فرقة من اهم فرق مصر في الرقص، دي حاجة حلوة جدا وانا يعني فخور ان انا بعمل ده. وبالرغم من كل العراقيل التي واجهت عنترة إلا أنه نجح في تحقيق مبتغاه، واتسمت أحداث العرض بالتشويق والإثارة وسط أجواء ملائمة من أداء الشخصيات والديكور، ما أدى للنجاح الباهر للعرض المسرحي. وتتواصل الليالي والعروض الفنية على كافة مسارح دار الأوبرا المصرية استمراراً لتقديم الرسالة التنويرية للمواطن المصري من خلال تقديم الفن الراقي والجاد. من داخل مسرح الجمهورية أمل صبري، النيل. مجموعة من الأخبار حول العالم بنبتديها من بريطانيا. وغابت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن اجتماع سباق رويال سكوت المعروف بيوم السيدات، حيث يشهد الحدث ذروة صيحات الموضة، ويتم منح جائزة الكأس الذهبي المرموق للمسافات الطويلة. قادت الأميرة آن الموكب الملكي للعربات التي تجرها الخيول بديلا لأختها قبل سباقات اليوم لدى مضمار بيركشاير. وبيستمر سباق رويال سكوت، وهو إحدى المناسبات الاجتماعية الرئيسية، بيستمر أكثر من 5 أيام مع ظهور الملكة غالبا لعدة أيام في الأعوام الماضية. كانت الملكة إليزابيث الثانية اللي بتبلغ من العمر 96 عام ألغت مؤخرا عدة مناسبات للظهور العام، وغابت عن معظم احتفالات اليوبيل البلاتيني اللي أقيمت في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب ما أطلق عليه مشاكل عرضية في الحركة، كما صار
مسرح القصر الملكي. وعلى الرغم من أن سباق رويال سكوت أصبح معروف بيوم السيدات، إلا أنه لا يعترف بهذا الاسم من جانب المنظمين له، وتقليديا بيعتبر اليوم اللي بيعد استعراض لمعظم القبعات والأزياء الباهظة التي تظهر على الحاضرات في هذا الحدث. بيفرض الحدث معايير ملزمة لأزياء الحاضرين، حيث يتطلب الأمر من الرجال ارتداء زي يصلح للنهار داخل السياج الملكي لهذا الحدث، ومن بينها ارتداء صديري الرجالي ورابطة العنق والقبعة، وبيجب على النساء ارتداء قبعة بيبلغ قطرها 10 سنتيمترات. نروح إلى بيرو، بينما إحنا هنا الحقيقة بنبتدي فصل الصيف وأجواء حارة، إلا أن بيرو فيها يعني أكثر درجات منخفضة بتسجلها بالنسبة لها، يعني بعد ما وصلت ل 21 درجة مئوية تحت الصفر. وده الحقيقة زي ما أصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في بيرو، وأصدرت أعلام صفراء وحمراء بعد الوصول إلى يعني درجة حرارة منخفضة جدا على هذا النحو. وعلى الرغم من أن فصل الشتاء لم يبدأ في بيرو، وأنه بيبتدي المفروض ميعاده في 21 يونيو الحالي، إلا أن العديد من المناطق سجلت درجات حرارة عشرية تحت الصفر، وغطت الثلوج البيضاء المراعي وتحول العشب إلى ثلج، واضطر المزارعون ومربو الماشية إلى تغطية العجول ببطاطين لتجنب خسارة مزيد من الحيوانات بسبب الطقس البارد، مع الشكوى من عدم الحصول على مزيد من المساعدة الحكومية. وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات بشأن هطول الثلوج، وأبلغت عن حدوث انخفاضات مفاجئة في درجات الحرارة وخاصة في جبال الانديز. وكانت أقل درجة حرارة قياسية سجلت في بيرو بشكل عام 28.2 تحت الصفر، وده كان في شهر أغسطس عام 2003. سبحان الله، طبعا أكيد يعني درجات الحرارة في مختلف أنحاء العالم مش بتكون واحدة، هنا بنبتدي فصل الصيف وفي مناطق أخرى بيبتدي فصل الشتاء ولدرجة كمان الثلوج. سباحة تشيلية باربرا هيرنانديز أعلنت أنها حصلت على رقم قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد قيامها بالسباحة بين المحيطين الهادي والأطلنطي في بلدة بجنوب تشيلي. وكسرت هيرنانديز الرقم القياسي المسجل بموسوعة جينيس عبر السباحة لميل بحري واحد في 15 دقيقة و3 ثواني في فبراير الماضي. كافأ أيضا اتحاد سباحة المياه المفتوحة العالمي، كافأ هيرنانديز لكونها أول شخص على الإطلاق يسبح 3 أميال بحرية أو ما يساوي 5500 متر بين كلا المحيطين. وقالت السباحة والطبيبة النفسية البالغة من العمر 36 عام والمعروفة أيضا بعروسة البحر الثلجية، قالت أنها عاوزة من كل المواطنين في تشيلي أنهم يشعروا أنهم أصحاب هذا الإنجاز اللي حققته. وأضافت أنها ترغب في إيصال رسالة عامة للناس بأن يحلموا أحلام كبيرة، وأن يعلموا بأنه يمكن فعليا من نهاية العالم تحقيق أشياء تؤثر على حياة أشخاص آخرين. وخلال عملها المتميز تمت مراقبة هيرنانديز عن قرب من جانب البحرية التشيلية، ولم يسمح لها بتقبل المساعدة أو التوقف للراحة أو حتى ارتداء بدلة من البوليمر الاصطناعي المشابه للمطاط والمقاوم للزيت والحرارة وأيضا العوامل الجوية. يعني أيضا السباحة الحقيقة في ظروف صعبة جدا، لكنها نجحت أنها تحقق رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. طائر البطريق، عاد 12 طائر من البطريق إلى موطنهم بعد إنقاذهم وإعادة تأهيلهم من جانب مؤسسة أرجنتينية بتهتم بالحيوانات. وتم إنقاذ الطيور في مقاطعة بوينوس آيرس بين شهري فبراير وأبريل، وأظهروا علامات على معاناتهم من سوء التغذية والجفاف والطفيليات وحتى انخفاض حرارة الجسم بسبب نقص الريش. المدير الفني للمؤسسة قال إن السبب المحتمل لهذه الأمراض قد يكون التغير المناخي ونقص الغذاء وأيضا التلوث البيئي. وساعد الأطباء البيطريون والفنيون في المؤسسة على استعادة الطيور لصحتها في مركزهم اللي بيقع في بلدة سان كليمنتي ديل تويو الساحلية في الأرجنتين.
أخيرا درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه حالة الطقس اليوم هتكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائلة للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيف على السواحل الشمالية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط هتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر هتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف. مع درجات الحرارة وحالة الطقس بنكون وصلنا معاكم لنهاية أول فقراتنا في هذا الصباح، الأخبار والتقارير المتنوعة من مصر وحول العالم، وبنروح لفاصل ووصلنا معاكم كده لمحطتنا الرياضية، فاصل وبعده أخبار الرياضة مع عمرو عبد المجيد، وبعدها بنرجع هنا للاستوديو مرة تانية وجولة وقراءة في عناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم بصحبة حنان الخولي. خليكم معانا وبعد الفاصل أخبار الرياضة.